أخشى أن نعاقب لما نرى من إسراف، أموال تهدر وأطعمة تهدر، حتى رأيتم صورها محزنة، يشال بعض في الشيوانات بعض. تصوروا إخواننا في المشرق والمغرب هم يرون هذه الأطعمة وهم لا يجدون ما يأكلون، يأكلون الحشائش بل يأكلون القطط، ويرون هذه الأطعمة وهذا الإسراف. قد نعاقب بهذا الأمر، وأخشى أن الذي يحدث الآن ونقص الأموال عند بعض الناس الآن وتراكم الديون من أسباب ذلك إلا نعد. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ذكر لي والله أحد كبار التجار الذي أوقف قرابة 25 مليار، يقول لي جاءني ضيف في مزرعتي وأكرمته وبقي طعام وضعته بالثلاجة 3 أيام، أخرج منه وأسخنه وأكل منه، وهو ضد الإسراف ولا يحضر ولا يسمح لأولاده أي مناسبة في قصر أو بناته، يقول في البيت اذبحوا ذبيحتين أو 3 ويكفي، وبارك الله في أهله وبارك الله في ماله وبارك في أولاده.